لا يعرف بعد متى سيسدل الستار على فصول الأزمة الاقتصادية المتحركة في الولايات المتحدة، وليس من قبيل التكهن انتظار خطاب أو مبادرة جديدة يعلنها الرئيس الأمريكي باراك أوباما. فأسئلة المواطن الأمريكي تجاوزت بكثير الهواجس الأمنية وخطابات السياسة الخارجية لتختصر في هاجس الهموم المعيشية اليومية. الشعب الأمريكي لم تعد تعنيه الحروب أو ما يحدث بالعالم، حتى ولو كانت السياسة الخارجية للبلاد كانت ناجحة. فما يعنيه المواطن هنا هو كيف يبعد شبح البطالة عن نفسه، أن يرى أصدقائه الذين سرحوا من العمل قد استعادوا حياتهم الطبيعية والكريمة. ولأن أوباما يدرك أن مثل هذه الهواجس الاقتصادية والمعيشية قد تطيح بأعتى الساسة الأمريكيين، فقد وعد بعرض خطة مفصلة تضاف إلى رصيد خططه السابقة من أجل تحريك الاقتصاد. ولكن 14 شهراً هو الزمن المتبقي على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وهي فترة قد لا تبدو كافية أمام الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتجميع أوراقه السياسية والاقتصادية لخوض غمار منافسة حادة أمام خصومه الجمهوريين. فتأشيرة كل مبادرة اقتصادية تحتاج إلى ختم الجمهوريين قبل أن يصادق عليها الكونغرس الأمريكي. وآخر مبادرات أوباما حول إنشاء الوظائف تلاقي اعتراضاً حتى قبل الاستماع إلى تفاصيلها، والتي تتلخص في زيادة عدد الوظائف بشكل فوري وخفض في الضرائب للطبقات الوسطى وتأمين مساعدة طويلة الأمد للعاطلين عن العمل وإجراءات دعم للقطاعات الاقتصادية التي تواجه أكبر الصعوبات وإبقاء دين البلاد تحت السيطرة. ولكن عدة الجمهوريين للرد تلخصت في أرقام صعبة على صعيد نسب البطالة المرتفعة والديون الضخمة والتراجع المهول في شعبية أوباما لخططه الاقتصادية. أوباما يعاني من مشكلة أساسية، وهي الوعود الكبيرة التي لا يمكن ترجمتها على أرض الواقع بسهولة، وحتى وأن أراد ذلك فالوقت لا يسعه وصبر الأمريكيين نفذ. وأعتقد أن المرحلة القادمة ستكون صعبة على أوباما كي يكتسب ثقة الأمريكيين والحصول على أصواتهم لفترة رئاسية جديدة. مسار الأزمة الاقتصادية يتجه في منح سياسي تصاعدي قد تكون عواقبه صعبة على أوباما بقدر صعوبة أوضاع الأمريكيين الاقتصادية. لبرنامج اليوم، فايزة علاق، واشنطن.